أهلا بيكم في اختر كارت. موضوع النهاردة تاروت اختر كارت من هو عدوك بيخطط لك على ايه؟ هيكون الاختيار حسب أول حرف من اسمكم، مجموعة أولى ح خ ي واو غين راء ذل باء تاء ثاء قاف ضاد طاء شين، أو نختار أو حاجة أولى القلادة دي شجرة الحياة بحجر العقيق الحر، مجموعة أولى هنحطها هنا عشان تكون على مرأى الجميع. مجموعة ثانية حسب أول حرف من اسمكم ف نون زين كاف ألف عين صاد وهاء لام سين جيم دال ضاد ميم، هنختار يلا الحجر الأخضر ده. تمام، هنشوف ربما يظهر لنا أول حرف من اسم عدوك على حسب القراءة. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى. من هم أعداؤكم؟ أول حرف من اسمهم، وبماذا أو بيعملوا إيه عشان يعني يعملوا أي يحضروا لكم أي حاجة مش كويسة ليكم أو حاجة زي كده، بيحضروا لكم إيه من ظلمهم من بطشهم؟ من هم أعداؤكم وإيه هي الحاجة اللي بيحضروها ضدكم؟ أول حاجة هنشوفها هي طاقتكم العامة، هنشوف الصورة بتاعتكم، الصورة اللي قبليها والصورة اللي بعديها، ونشوف طاقتكم الحالية أهي. الطاقة الحالية بتاعتكم المركزية، ناخد دور ونشوف الطاقة الثنائية بتاعتكم. ناخد كارتين من كروت دقوت تارو، The Page of Water والNine of Fire. بصوا كده، غالبا انتم حاليا عايشين في نوع من التوهان، تايهين في افكاركم، عاوزين تعرفوا تخرجوا من الازمه اللي انتم فيها، او تعرفوا ايه سبب الغموض اللي انتم عايشين فيه او الازمات اللي انتم عايشينها مؤخرا، لانه غالبا مر عليكم وقت طويل وانتم بتمروا بمراحل، يدوب تخرجوا من مرحلة مش كويسة وتدخلوا في مرحلة تانية أنيل منها. فأنتم غالبا يا إما تقربتم لقارئ تارو أو عملتم قراءة خاصة عند حكيم أو عند قارئ تارو أو عند معالج أو حاجة زي كده أو راقي عشان تخرجوا من الظلمة اللي أنتم فيها. فإحنا غالبا نعرف إن البئر ده جواه ما نقدرش نشوف إذا المية اللي فيه عكرة مية كويسة، هل فيه مية، فيه تراب، فيه حجارة، فيه حاجات تانية غير المية. فخروج الدلو من البئر بالشمس الفجر هنا اللي وراه معناه انكم عاوزين الامور تكون واضحة ليكم، انفتاح البصيرة، انفتاح العين التالتة، تنظيف شكرات او محاولة للتواصل مع الروحانيات بتاعكم عشان تعرفوا ايه سبب الازمات اللي انتم بتمروا بيها حاليا. فالبعض منكم عايش علاقة ثلاثية ولسه ما قدرش يعني يخرج من الأزمة دي أو من الألم ده اللي عاشوا في العلاقة الثلاثية دي للبعض منكم مش كلكم. فغالبا أنتم سجناء أو سجنتم نفسكم في ماضي مش قادرين تخرجوا منه، مش قادرين تتحرروا منه، قيود مثبتاكم في تفكير لا نهائي، يعني تفكير مش قادرين تتوقفوا من التفكير ده على انكم تتحرروا من القيود دي اللي جاي لكم من الماضي، زي ما شفنا في الطاقة المركزية بتاعتكم، على انكم تتحرروا من كل القيود دي، من كل حاجة موقفة تقدمكم في الحياة.
غالبا البعض منكم بيبحث عن فرح، على فرحة، يا إما عشان تخلي فيه، يا إما تتجوزوا، يا إما تبدأوا بداية جديدة، يا إما رجوع حبيب. في حاجات كتيرة معلقة في حياتكم مش قادرين تعرفوا إزاي تحلوا المشاكل دي اللي بتخص الأهداف بتاعكم أو مصالحكم أو الأمنيات اللي أنتم متمنيينها في حياتكم. ليه؟ لأنكم أنتم هنا زي ما قلت لكم في تفكير عميق جدا، لكن في نفس الوقت التفكير ده أنتم في حالة سبات، سبات قاعدين تفكروا تحاولوا تحرروا نفسكم لكن من غير جدوى. كروت كود تارو بتقول ايه؟ The Page of Cups. Page of Cups هو Page of Cups، يعني انتوا عارفينه. Page of Water هو Page of Cups. فالصورة هنا بنشوف ايه؟ بنشوف ست هنا بتمشي عادي، هنا بنشوف بنت لكن رجليها مش رجلين بنت، شايفين؟ زي ما لو كانت رجلين حيوان او طائر او حاجة زي كده. فانتم غالبا عاوزين زي ما شفنا هنا تحرروا نفسكم من طاقة خفية، من طاقة تعرفوا فيها الأصول بتاعكم، الروحانيات بتاعكم، التواصل مع الروحانيات، الخروج من الأزمات، معرفة أسباب الأزمات اللي انتم عايشينها حاليا أو عشتوها سابقا. الخروج ده هيكون إزاي؟ بالتواصل مع الروحانيات بتاعكم أو بتنظيف الشاكرات بتاعكم أو بتنظيف الهالات بتاعكم. ليه؟ لأنكم محتاجين التواصل مع الروحانيات بتاعكم. في ورقة كنت فاكر إن فيها اثنين روحانيات بتاعكم، زي ما نشوف هنا الناين أوف فاير اللي هي تسع عصايا، هنا بنشوف نجوم بتنزل منها روحانيات، شايفين؟ بتنزل منها فيري، يعني مخلوقات صغيرة بأجنحة بتحقق السعادة وتحقق الأمنيات. فأنتم هنا عاوزين تعرفوا إيه هو السبيل للتحرر من القيود اللي أنتم عايشين فيها والوصول للتواصل مع الروحانيات بتاعكم عشان تقدروا تتقدموا في حياتكم بكل وضوح وبكل أقدام واثقة. تمام؟ تمام. نيجي دلوقتي للب الموضوع بتاعنا. من هم أعداؤكم؟ وإيه التخطيطات اللي هم عاملينها ليكم؟ من هم أعداؤكم؟ من هو عدوكم؟ وبيحضر لكم إيه كمكيدة؟ وهل هو أصلاً بيحضر لكم على مكيدة؟ سبحان الله، ناخدهم كلهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طاقة العدو ده في طاقة السكس أوف وانس، إنهم يوهمونكم أو يوهموا المحيط بتاعكم بحاجات، يلقون الطعم عشان يوصلوا لمبتغاهم، عشان يسيركم زي ما انتم عاوزين. زي ما قلت لكم دي هي المكيدة اللي بيحضروها. شايفين العصفور ده بيشرب رحيق الزهرة دي اللي ما عندهاش جذور، لكن مين اللي ماسك الزهرة دي؟ الست اللي على ظهره. الست على ظهره دي بتحط له الزهرة دي قدامه عشان ما يشوفش انها بتستعمله عشان تتنقل من مكان لمكان. وهو كل ما يطير كده بأجنحته عشان يوصل للزهرة، للوردة دي، الست دي بتبعد الوردة من قدامه شوية، يعني تعمل كده زي قصة اللي احنا بنعرفها كلنا، الراجل ده اللي بيركب على ظهر حمار كده أعزكم الله، يعني يحمي العصا وفيها خيط وحبة جزر وحطها قدام الحمار كده. الحمار بيتوهم لنفسه انه كل ما بيمشي هيوصل للجزرة، لكن مش عارف ان الجزره قدامه واللي بيتحكم فيها اللي هو على ظهره. فالانسان العدو ده او العدوه دي عاوزه التحكم في حياتكم وتصرفاتكم عشان يعني يتحكموا فيكم انتم، عشان تعملوا اللي هم عاوزينه مش اللي انتم عاوزينه.
بيكذبوا عليكم، بيوهموكم بحاجات كتيرة. وغالبا أعدائكم هنا اتنين، راجل وست. ست the seven of swords، ست مستخبية وراء قناع عشان توصل اللي هي عاوزاه. فاحنا بنشوف الست دي جميلة، لكن بصوا ديلها ديل أفعى، ديل أفعى، عاوزة تستولي على حاجة من حاجاتكم، يا إما بيستغلوكم ماديا، يا إما عاوزين يوصلوا لأهدافهم بطريقة من الطرق، بيستعملوا كل الطرق، لكن بأقنعة، بيواجهوكم بأقنعة. نعتذر عن الانقطاع، زي ما قلت لكم بيواجهوكم بأقنعة. كل واحد عامل لكم قناع، وكل مرة يغيروا القناع ده. انتم غالبا الناس دول اللي هم أعدائكم، ما بينهم أعداء من دمكم، أو زوج، حبيب، أخت، أب، أم، من أقرب المقربين ليكم، واستحملتم أكتر من طاقتكم، وديتم أكتر من اللي تقدروا يعني تدوه للناس دول. بالتان أوف وانتس، اتحملتم ما لا طاقة لكم به. زي ما نشوف الست دي شايفين ظهرها، يعني حملت ورود كتيرة ولسه بتقطف ورود أخرى، مسؤولية كتيرة جدا عشان تردي. انتم عملتم كل ده عشان تردوا الناس دول اللي هم أعدائكم، يا إما أختك، صديقة، زوج، حماتك، السلفة بتاعتك، صديقة بتاعتك، حبيبك، زوجك، أو يعني عكس لو كنت أنت راجل، من أقرب المقربين ليكم، اديتوا أكتر من طاقتكم، ضحيتم أكتر، والتضحية دي هي اللي ادت القوة للاتنين دول اللي هم أعدائكم إنهم يتسلطوا عليكم. زي ما نشوف ده The Emperor، شايفين يعني عامل إزاي، شايفين هدومه فيها إيه، وشنبه خارج منه إيه، ورأسه في المملكة بتاعته، التاج بتاعه زي ما لو كان المملكة. غالبا فيه راجل متسلط هو عدو ليكم، أقول لكم أب، زوج، أم، أخ، زوج، طليق، حد انتم او الاكس بتاعكم متسلط فيكم لحد دلوقتي، زرع فيكم حاجات من القساوة ومن الحزن ومن الجراح، يعني ما يقدرش الانسان يتصورها. والانسان ده اخد منكم كل ما هو كويس عشان لمنفعته، والانسان ده غالبا انسان نرجسي. شفتوا هنا لما قلت لكم استحملتم ما لا طاقة لكم به وضحيتم كتير، انتم بالظهور دي كنتم عاوزين يعني تجعلوا الأغصان دي مليانة ورود وأوراق وحاجات جميلة، ضحيتوا عشان الشخص ده، زي ما لو كانت البنت دي بتقطف الأزهار دي عشان تجعل الأغصان دي جميلة في حالتها في وقت الربيع، استغلكم واستبدكم الإنسان ده. أول حرف من أسماء الأعداء بتاعكم في الألف، حرف الألف، في حرف السين، حرف الفاء، حرف الدال، حرف التاء، حرف الألف يتكرر مرتين، حرف السين يتكرر مرتين، حرف الراء، وحرف الهاء، وكمان حرف الخاء والحاء، لأن دي قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع. فالأحرف دي هي أول حرف من اسم الأعداء بتاعكم، سواء المرأة دي أو الرجل ده. وغالبا في فرق سن ما بينكم وما بين الناس دول، فرق سن، فرق في المستوى الاجتماعي، فرق في لون البشرة، فرق في اللهجة، فرق كبير جدا. انتم الشرق هم الغرب، انتم الشمس الساطعة والنجوم العالية، اهي the seven of cups، انتم النجوم العالية الجميلة. شايفين الست الجميلة دي فوق يعني السحاب الأبيض الجميل وشعرها الجميل ده، واللي وصلت للنجوم. فهم من كتر ما يحسدوكم على اللي انتم فيه، رغم انكم للبعض منكم ما عندكمش حاجة، لكن عاوزين يوصلوا أحسن منكم، أو عاوزين ينزلوكم من المستوى اللي انتم فيه، مش عاوزينكم تقعدوا في المستوى اللي انتم فيه كده. لأن غالبا البعض منكم هنا أي نعم تعبانين، لكن تظهروا جواكم حاجات كتيرة، تظهروا حاجات
الأعداء دول شوفوها حاجة كويسة، انتم ما تظهروش الحاجات اللي مش كويسة اللي فيكم، الأحزان، التعب اللي انتم فيها، المشاكل اللي انتم فيها، ربما انت مريضة او انت مريض بس ما بتظهروش للناس دي، دايما بتخرجوا بحلة جميلة، بلباس جميل، وشكم مبتسم، دايما البراءة في وشكم، ودايما ربنا بيفتح لكم بيبان رزقه. فهم شايفين الظاهر بس، مش شايفين اللي الداخل الداخلي. اهي هاي بريستس، انتم تظهروا للاعداء دول اللي انتم عاوزين تظهروه، لكن بتخفوا ورا الستار ما لا تريدون اظهاره. وانتم في الاصل ناس طيبين، ناس طيبين جدا، ناس طيبين وعادلين جدا. وغالبا غالبا الناس دول الأعداء بتاعكم زي ما قلت لكم من أقرب الناس ليكم ومن أحب لقلوبكم. أهو الكارت بيأكد ذلك، The Queen of Cups. الناس دول حبيتوها، فتحتوا لها باب بيتكم، فتحتوا لها قلبكم، اديتوا لهم كل اللي انتم قدرتم تدوه زي ما قلت لكم هنا. كنتم ناس أسخياء معطاءة، لكن الأعداء دول كانوا عاوزين دايما. بصوا الفرق ما بينكم وما بينهم، انتم سحابة بيضة، جمال جسم رشيق وجميل، شعر جذاب وجميل، واصلين للنجوم، لكن هم لأ. بصوا The Six of Swords، هم لأ، السحابة بتاعتهم سودة، شعرهم أكرد، في موضع مش كويس خالص، وعاوزين يستعملوا النجمة دي عشان ينزلوا بيكم تحت، عشان يطلعوا مستواكم وانتم تنزلوا تحت، تنزلوا تحت. ايه اللي هنسأله كمان؟ هل الناس دول بيخططوا لكم لمخطط عشان يعني يعملوا لكم اي حاجة؟ وغالبا زي ما قلت لكم الناس دول يتقربون لكم عشان ياخدوا من حظكم. The Eight of Cups، لكن المصمم بتاع الكروت دي The Mystic Tarot Moment of The Mystic Tarot Mystic Moment Tarot، المصمم بتاعها صممها عكس كروت الرايدر وايت اللي هي دي اللي هنستعملها دلوقتي، فليها مفهوم آخر يعني جنب الكروت التانية. كمان الكارت ده بتاعت الكوين اوف بنتكل، بصوا الست دي، بصوا الفستان بتاعها عامل ازاي، ورود مختلفة لكن دبلانة، بس في نفس الوقت هي ماسكة من هنا عشان تحمي الأوراق الورود الأخرى على إنها تدبل. شوفوا هنا اللون زي ما لو كانت هتدبل، لكن الفستان الآخر يعني ما تبقى من الفستان يعني لونه كويس، فهي بتهتم بنفسها زي ما قلت لكم هنا ما بين الكارت ده وما بين الكارت بتاعكم هناك. انتم تظهروا للناس ما تريدون إظهاره، لكن ما خفي كان أعظم. وغالبا ساعدتم الناس دول ماديا. طب هل يكيدون لكم بمكيدة؟ بصوا مهما هيعملوا الأعداء دول ربنا هينصركم عليهم. هما بيتبعوكم بالأسحار وبالعين والحسد، والدليل على ده أهو The Wheel of Fortune. هتقولي لي إزاي Wheel of Fortune يعني بتتكلم على الحظ وكذا وكذا وكذا، لكن بصي كويس، هنا في أفعى وهنا في شيطان، لكن مين اللي واقف يعني قصادهم هنا لما هيلفوا كده؟ هيلقوا السيف هنا، عدل العادل اللي هيقتلهم من طريقكم وهيوخرهم يعني وهيسحبهم من طريقكم. وهنا الملاك بيكتب اللي بيحصل، شهود عيان، هنا العمل الدنيوي وهنا العمل السماوي، وانه في عداله من عند ربنا هتقيكم من اعمال الشيطانيه بتاعت يعني الاعداء دول. ليه؟ لانكم انتم ناس عندكم ثقه في ربنا، حتى ولو ما كنتوش من ديانه الاسلام او كنتم مسيحيين او كنتم من اي ديانه، فانتم جواكم عندكم رحمه وانسانيه، عندكم جواكم رحمة وإنسانية، بتحنوا على الكبير وعلى الصغير، بتحنوا على ربما عندكم حيوان في البيت، عصفور، سمكة،
قطة، كلب صغير، حاجة زي كده. عندكم رأفة في قلبكم، عندكم حنية في قلبكم، عندكم رحمة في قلبكم. فالناس دول أي نعم سيكيدون لكم بمكائد، لكن يعني هيوصلوا لنقطة إن ربنا هيكون لهم في المرصاد، مش هيوصلوا لمبتغاهم، وربنا هيحرركم من طاقتكم، ويبعدكم عليهم، وربنا هيفضحهم أمام الملأ قدام الناس. فالأعداء دول زي ما قلت لكم من المقربين، أهو من المقربين، لكن هيتكشفوا هيتفتحوا. ليه؟ لأنكم أنتم ناس عندكم روحانيات عالية، عندكم حكمة عملها ربنا فيكم، اديها لكم ربنا في ايديكم، في عقلكم، في تفكيركم. دايما العمل الخير اللي بتعملوه ده يرجع لكم بالخير، بحماية من عند ربنا لكل خطوة يعملها اي عدو ليكم انتم او من ناحيتكم انتم. فابشروا، فربنا حاميكم ان شاء الله من اعداء او من الاعداء او من عمل الاعداء دول. تمام، نشوف دلوقتي أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60%، و50%. 100% برج الدلو، برج الحمل، وبرج السرطان. 80% برج الثور، برج العقرب، وبرج العذراء. 60% برج الحوت، برج الجوزاء، وبرج الأسد. أما المتبقية قوس، ميزان، وجدي 50%. ما تنسوش يا جماعة الخير تعملوا لايك للفيديو لهذه الحلقة، ده مهم جدا للشغل بتاعنا، عفوا، واحنا بنتعب كتير عشان نعمل لكم الفيديوهات دي، ففضلا وليس امرا لايك للفيديو، تعليق جميل زيكم. اذا ما كنتش مشترك في القناه اشترك في القناه، وحط لنا في التعليقات اهم المواضيع اللي انتم عاوزين عليها فيديو بقراءه تارو مستقبلا. شكرا لوجودكم معنا، ونمر لاصحاب المجموعه الثانيه. اهو اول اللي اختاروا، نرجع دي هنا، أو اللي اختاروا الحجر الأخضر. تمام، نشوف أولا زي ما شفنا مع أصحاب المجموعة الأولى، الطاقة العامة بتاعتكم عاملة ازاي دلوقتي؟ يلا نختار الورقة التي تمثلكم، الورقة اللي قبليها والورقة اللي بعديها، ونشوف طاقتكم الحالية عاملة ازاي. اهي طاقتكم المركزية، نضيف بعض الأوراق ليها. نستعمل كمان ورقتين من كروت دكوت تارو. كويس، غالبا طاقتكم المركزية بتقول ايه؟ بتقول انكم حاسين انكم بتعانوا من حالة وقف الحال، بتعانوا من وقف الحال، ووقف الحال ده مولد نوع من الغضب داخلي جواكم أو تساؤلات جواكم، وعاوزين تعرفوا إيه سبب العراقيل دي اللي واقفة قصادكم. زي ما نشوف هنا الغزال الصغير ده واقف قدام الجبل ده الكبير ده، ويفكر إزاي هيعبر الجبل ده عشان يوصل للبيت بتاعه اللي ورا الجبل. فأنتم هنا قاعدين بتفكروا زي الغزال ده، إزاي هتتخطوا كل المشاكل والعراقيل اللي في طريقكم دي؟ لأن البعض منكم هنا شاكك
إنه عنده أعمال روحانية، سحر علوي ناري. البعض منكم شايف إن المشاكل الموجودة في الشغل أو في العلاقات اللي أنتم فيها كمان وراها سبب، مش قادرين تسافروا، مش قادرين تتحصلوا على أي حاجة، وخاصة اللي هم مغتربين في بلد غير البلد الأم بتاعهم. لأنكم هنا غالبا البعض منكم بتعملوا نوع من الرقية عشان يعني تتحرك الأمور عندكم، لكن دايما الأمور قاعدة. انتم تنووا حاجة توصلوا للبير ما تشربوش ميته، تنووا حاجة مثلا حمراء بتجيلكم صفرة، يعني عمركم ما نويتوا حاجة وحصلت حاجة الحاجة دي زي ما انتم متمنيتوا او انتم خططتوا لها، لا يجي دايما عكس اللي انتم منتظرين، وده قلقكم جدا جدا جدا. فغالبا في بعض الأحيان بتحبوا العزلة كتير، بتحبوا الانطواء كتير، بتسمعوا القرآن أو تسمعوا لرقية أو تعملوا أعمال وصفات شفائية، تنظيف شكرات أو حاجة من هذا القبيل، أو تعملوا يوجا. وغالبا زي ما قلت لكم البعض منكم هنا في مشكلة أو قطع علاقة ما بينكم وما بين حد، في تباعد ما بينكم، في فرق سن ما بينكم، أو فرق في الديانة، فرق في اللغة، في اللهجة، في الجنسية، في فرق شاسع. لكن في توقيف الحال هنا، توقيف الحال في جميع الميادين، وانتم حيرانين في الموضوع ده. لكن طاقة كروت دجود تارو بتقول ايه؟ هنا الايس اوف ووتر اللي هو الايس اوف كابس، وكمان هنا الماجيشن الساحر، كارت الساحر، بمعنى انه فيه بداية ونهاية حاجة. اي وقت شاهدتوا هذا الفيديو، يا إما في نهاية هذا الشهر اللي أنتم بتتفرجوا فيه هذا الفيديو، أو نهاية السنة دي اللي أنتم بتتفرجوا فيها هذا الفيديو، السنة اللي بعديها هتكون سنة جديدة، بداية جديدة فيها كل فرحة تفرح قلبكم إن شاء الله. في حاجات جميلة هتجيلكم، سواء مادية، علاج، خلفة، فرحة عيال، حاجات كتيرة. الأيس أوف ووتر هنا، الأيس أوف كابس من كروت جود تارو، تمثل كل ما هو حظ جميل وكل ما هي فرحة وسرور لقلبكم إن شاء الله. بداية حاجة كويسة ونهاية العراقيل، المرحلة اللي انتم فيها دلوقتي. تمام. نيجي دلوقتي نشوف الأعداء بتاعكم دول، مين هم، بيعملوا إيه، وهل يخططون لكم بمكيدة، وما هو أول حرف من اسمهم، وليه بيكرهوكم. أول حاجة هنا ظهرت للبعض منكم، مش كلكم، التفكير اللي انتم بتفكروا فيه فيما يخص العراقيل ده هو صحيح، هو صحيح. وربما البعض منكم عملتم قراءة عند قارئ تارو، أو شفتم راقي أو أي حاجة زي كده، وعرفتم إيه سبب توقيف الحال اللي عندكم. وغالبا البعض منكم أي نعم عندكم سحر توقيف الحال أو سحر ربط عن الجواز أو التقدم في حياتكم. سبحان الله، كروت الطاقة بتاعتكم خرجت مرتين، 3 مرات. فغالبا البعض منكم، وفئة قليلة جدا، عندكم مس عاشق، عندكم مس عاشق، أحد الأعداء بتاعكم هو المس العاشق ده. طاقة الأعداء دول، في حد من الأعداء دول بيفكر إنه يعمل لكم مشكلة. هتقولي لي إزاي عرفت ده؟ إحنا بنشوف العصا دي والبراعم الصغيرة اللي خارجة منها دي، يعني براعم صغيرة يعني حاجة جديدة، حاجة صغيرة مدتها صغيرة، سنها صغير، يعني حاجة جديدة بتخص إيه؟ مشاكل، توتر، بيحضر على حاجة. تمام، طاقته كده. هنشوف الحاجة دي اللي بيحضر فيها أو مشغول بيها. أولا زي ما قلت لكم في السطر الأول بتاع الكروت، يؤكد إنه فيه للبعض منكم 20% عندكم مس عاشق. للبعض الآخر فيه عدو كنتم في علاقة معاه، يا إما جواز عرفي،
يا إما كنتم متجوزين أو في فرق سن ما بينكم، حصلت مشاكل، ولا ربما أنتم لسه مع بعض لكن في برودة في العلاقة. الإنسان ده هو عدوكم، هو عدوكم، وهو اللي عمل لكم العراقيل دي عشان تقعدوا تحت سيطرته، لأنه إنسان نرجسي، إنسان مش كويس، وأول حرف من اسمه حرف الدال، حرف القاف، حرف الألف، حرف السين، عفوا، حرف النون. وحرف الشين كمان، دي الأحرف. عفوا، الشخص ده زي ما قلت لكم خانكم في علاقة، خانكم في علاقة، ومهما كنتم بتديله الاهتمام والحب كل حاجة، لكن الحد ده كان ناكر لكل الحاجات اللي عملتوها. فانتم للبعض منكم هنا لما نشوف الكروت كده تصاعديا او تنازليا من الثلاثه دول، هنعرف انه البعض منكم هنا عملتم عمليات نزع السحر او بتعملوا رقيه او حاجه زي كده عشان تتخلصوا من العراقيل دي او من الاسحار دي، لانكم حاسين بيها وعارفينها للبعض منكم. لكن البعض منكم هنا لسه فاضل عنده التعلق بالشخص ده او بالانسانه دي، لسه عندكم تعلق، مش عارفين ازاي تفكوا نفسكم منها، عندكم تعلق شديد مش قادرين تفكوا التعلق ده، رغم ان الانسان ده ضركم كتير او الانسانة دي ضرتكم كتير، ضركم كتير، ومش مش الا ضرر يعني لفظي، كان في حتى ضرر بدني. ربما البعض منكم يا اما عندك تكيس المبيضين، يا إما عندك حساسية في الجلد، أو عندك مشكلة في النظر، أو عندك مشكلة في النظر. تمام. طب هل بيخطط لكم لمكيدة؟ هل بيخطط لكم لمكيدة؟ بصوا سبحان الله، الكروت بتحكي لوحدها. الإنسان العدو ده اللي قدامكم هيتقرب ليكم، هيقرب ليكم عن قريب في مدة قصيرة زي ما شفنا في طاقته، هيتقرب ليكم عشان ترجعوا، أو يتودد ليكم على إنه بيحبكم وكذا وكذا وكذا. ليه الغرض من ده؟ على إنكم تدوله الحاجة اللي هو محتاجها. بصوا ده بيدي البنتيكل ده، فيه طمع في الوسط، الإنسان ده طمعان فيكم، يا إما في فلوس يا إما في حاجة هو عاوز ياخدها منكم. سبحان الله، حتى الكروت التانية بتأكد الكلام. أنتم بتدوا حب وعطاء وحنية، والشخص ده بيقابلكم بالقسوة. بصوا القسوة، وانتم كلكم براءة وحنية وحب. ليه؟ لأن البعض بينكم بيضحي عشان العيال والبيت، أو عشان تتجوز، أو عشان عندكم تعلق بالشخص ده، وهو فاهم الكلام ده، عارف إنه تمكن منكم، تمكن من حبكم. ليه؟ لانكم بتدوا اكتر ما هو بيدي، هو ما اداش ولا حاجه، ادى كل قساوه، لكن انتم بتدوا 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 مهما عمل الشخص ده معاكم، لسه عاوزينه، لسه بتدوا، ولسه متمنيين انه يرجع ويتغير. وللاسف الانسان ده مش هيتغير، لانه انسان غليظ، انسان مش كويس للاسف. ايه اللي هنقدر نسأله مرة تانية؟ هل عندكم عدو من غير الانسان ده؟ بما انها قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع، هنشوف اذا فيه احتمال وجود حد تاني. بصوا غالبا الحد التاني ده هو طرف تالت في العلاقة ما بينكم،
هو طرف تالت في العلاقة ما بينكم، في حاجة مخبيها الشخص ده عليكم. انتم ماشيين كده في العلاقة دي زي المجنون كده، يعني بكل احتراماتي ليكم، واخدين ثقة ان الانسان ده بيحبكم وتعمل له سحر ومش عارفة ايه ومش عارفة ايه، لكن هتحصل حاجة في حياة الانسان ده اللي ربنا هيفضح نيته ونواياه والحاجات اللي مخبيها عليكم، على انه خاينكم مع حد، مع طرف تالت. وربما البعض منكم عارف من المشكلة دي، عارف انه في طرف تالت، اللي هم عارفين انه في وجود طرف تالت هنا، هيجي طرف رابع، لان الانسان ده نرجسي، انسان مش كويس للأسف، الكروت بتقول كده. فردوا بالكم منه اذا كنتم مطلقين او منفصلين، عفوا نرجع ليكم. تقول ايه الكروت لاصحاب المجموعة الثانية بما يخص الأبراج؟ إيه هي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي؟ 100% برج الحمل، برج السرطان، وبرج الثور. 80% برج العقرب، برج الحوت، وبرج الجوزاء. 60% برج الدلو، برج القوس، وبرج الأسد. 50% برج العذراء، برج الميزان، وبرج الجدي. ما تنسوش اللايك، اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، ودعم القناة فضلا وليس أمرا. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.